بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد تم ختام القطب الأول بعون الله تعالى وتوفيقه، وكان هذا القطب من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد في الذات الإلهية. أما القطب الثاني ففيه 7 دعاوى في القطب الثاني الذي هو في الصفات، أنه تعالى عالم قادر حي مريد سميع بصير متكلم. فهذه 7 دعاوى في القطب الثاني، ويتشعب عنها نظر في أمرين: أحدهما ما تختص به آحاد الصفات، والثاني ما تشترك فيه الصفات. فلتقع البداية بالقسم الأول وهو إثبات أصل الصفات وشرح خصوص أحكامها. أول شيء بالنسبة القطب الأول هو صفة القدرة. ندعي أن محدث العالم قادر، لأن العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم مشتمل على أنواع من العجائب والآيات، وذلك يدل على القدرة. فهذه هي الدعوة، أن محدث العالم أي موجد العالم بعد عدم خالقه سبحانه وتعالى قادر، والدليل أن العالم فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وهذا الفعل في غاية الإحكام والإتقان والترتيب ومنظوم، يعني له نظام، ومشتمل على أنواع من العجائب والآيات، وذلك يدل على القدرة. يعني هذا هو دليل اتصافه سبحانه وتعالى بصفة القدرة. نأتي إلى المقدمتين، يعني إلى القياس، فنقول كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر، والعالم فعل محكم، والنتيجة هذا هو القياس. كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر، والعالم فعل محكم. ولكن في ترتيب أو في نظم هذا القياس، عادة أو طريقة الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، إنه بيذكر المقدمة الكبرى أولا، لكن الترتيب اللي احنا تعودنا عليه أو درجنا عليه ترتيب القياس، نبدأ بالصغرى
وبعدين نجيب الايه الكبرى. يعني كان الترتيب الاصلي كده: العالم فعل محكم، وكل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر. يبقى العالم صادر من فاعل قادر، لأنه هذا القياس قياس من أي الأشكال؟ من الشكل الإيه الأول. ليه؟ كيف عرفنا أنه من الشكل الأول؟ بترتيب الحد الوسط. فالشكل الأول أن يكون الحد الوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، وله إيه شرط إنتاج، يعني لكي ينتج هذا الشكل له إيه شرطان: إيجاب الصغرى وكلية الإيه الكبرى. وهنا الصغرى إيه موجبة والكبرى كلية، فالشرط هو أن الصغرى تكون موجبة، وليس مهما أن تكون جزئية أو كلية، والكبرى شرطها أن تكون كلية، وليس مهما أن تكون سالبة أو إيه أو موجبة، المهم تكون إيه كلية. ففي أي الأصلين النزاع؟ يعني هذا القياس له أصلان، يعني له مقدمتان. فالنزاع يكون في ماذا؟ في أي شيء؟ يعني لما النزاع؟ هل يعني يا ابني ما هو الكلب بتاع فاضي هنا فاضي، لماذا لا تأتون إلى الأماكن الفارغة التي هنا؟ أستكبرتم أم كنتم من العالين؟ طبعا في الحالين أنتم يعني ليه؟ ما هو الأماكن فارغة ليه؟ أنتم تسببتم في قطع سلسلة العلم، ليه تتركوا الفراغ؟ لماذا؟ ده حتى في الصلاة غير جائز، الأماكن فارغة ومع ذلك نصف الناس في الخلف. ليه؟ الأماكن فاضية هنا وفاضية هنا. مش عارف يعني لماذا يعني تكرهون العلماء، وهذا معناه كدليل البغض، لأنك تريد البعد، وإذا كرهت شيئا ابتعدت عنه. هل فيهم يعني عدوى؟ تخافون أن تنتقل إليكم؟ يريد الاجتماع كويس بيأتي منه إيه والتلاحم، لما التفرق شرز واحدين كده نفس الشيخ تصد، ولا يمكن تأتي أفكار ولا افهموا طريقة الجلوس في مجالس العلم، لا تترك أي فراغ، ولو استطعت أن تقعد أمام الشيخ تلتصق به فافعل. لماذا الحلقة كده إيه مستديرة؟ وأنا ما تعودت في الدروس إلا أن أجلس بجانب الشيخ مباشرة، لا أترك يعني بيني وبينه إلا بس الطرابيزة أو كذا إلى آخره. ولكنكم لا تفقهون. نعمل إيه؟ اقرأ يا شيخ محمد. لماذا لا تفعلون من أنفسكم ما ينبغي أن يفعل؟ لماذا تضطرون الشيوخ إلى التحذير والنهي ويشغل نفسه بأمور تنظيمية إدارية ليست من شأنه، زي الميكروفون وزي الكرسي وزي الإضاءة وزي التصوير؟ هو ماله مال كده؟ لازم كل هذا يكون معد قبل أن يأتي. تجرب الميكروفون وتعدل الكرسي وتجيب الكتاب وتحط الشاي وتجيب الكذا. يلا. قال المصنف رحمه الله: ونرتب القياس فنقول كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر. وطريقة الشيخ يجيب المقدمة ليه الكبرى، أول ما يجيب ليه الصغرى. المهم احنا يهمناش الكلام ده، اللي يهمنا ايه النتيجة.
والعالم فعل محكم فهو إذن صادر من فاعل قادر، ففي أي الأصلين النزاع؟ فإن قيل لما يعني مثلا في أنه فعل محكم ولا في أن كل فعل محكم صادر من فاعل بتنازع فيه؟ فإن قيل لما قلتم إن العالم فعل محكم، يعني كأنه النزاع في إنه العالم ده محكم، مين قال لكم محكم؟ فين الإحكام؟ ودين احنا شايفين الفوضى ضاربة بأطنابها، ما فيش نظام حتى في الدرس. يلا قلنا عنينا بكونه محكما ترتبه وانتظامه وتناسبه. عنينا يعني قصدنا بكونه محكما أنه مرتب ومنظم وفي تناسب، يعني ما فيش تضاد ما فيش تباين. وبعدين انت عاوز دليل على ده، مش هنجيب لك دليل من الخارج، مش هنستورد. انظر في اعضاء نفسك الظاهره والباطنه، يظهر انه هذا الترتيب في غايه الابداع والاتقان والاحكام، انه الراس والعينين واللسان والذراعين. فمثلا لو خلقت على هيئه اخرى، يعني مثلا كهيئة الفرس أو كهيئة الجمل، وبعدين حبيت تصلي بالناس إمام، كيف تركع وأنت راكع كذا بحكم الخلقة؟ كيف يكون القيام؟ كيف تسجد؟ ما تعمل إيه في السجود؟ لك أربع أرجل، مش كيف يكون السجود؟ الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كمل صورته وجعله مناسبا في وظيفته وعبادته ومعاملته والمهمة، أو مثلا يعني الحكمة التي أنشأه الله تعالى وكونه من أجلها. فمن نظر في أعضاء نفسه الظاهرة والباطنة ظهر له من عجائب الإتقان ما يطول حصره، فهذا أصل يدرك معرفته الحس والمشاهدة، يعني ده أمر ضروري، يعني أمر مشاهد، أمر محسوس لا يتسع جحده، يعني معناها مش هينفع تنازع في الأصل ده ولا تنكر، لازم تسلم به، وإلا هتبقى يعني مينفعش أصلا يتكلم معك، يعني مش بني آدم. فإن قيل فبما يدرك الأصل الآخر وهو أن كل فعل محكم مرتب ففاعله قادر. ماشي، دين احنا غصبت عنينا كذا، يعني زهقنا من الجدال والمناقشة، خلاص سيبنا من الأصل، يعني سلمنا بس بالعافية. ضابوا الأصل الآخر ده، إنه كل فعل محكم مرتب يبقى فاعله قادر، مش ممكن كذا جات كذا إيه خط عشواء كذا من غير واحدة كذا الأمور ترتبت كذا من غير ما يكون في فاعل قادر إلى آخره. قلنا هذا مدركه ضرورة العقل، فالعقل يصدق به بغير دليل، يعني ده العقل يدرك هذا، يعني هذا الذي ندعيه إنه كل فعل محكم مرتب فاعله قادر. والغريب إنه العقل يصدق من غير ما يطلب عليه دليل، بل لا يقدر العاقل على جحده، يعني على إنكاره، ولكن مع هذا نجرد دليلا يقطع دابر الجحود والعناد. قد يكون يعني لسه في آثار من جهل أو غشومية أو عناد أو سفة، احنا مش محتاجين دليل اصلا، ده العقل يعني صدق بهذا ولا يستطيع ان يجحد، ولكن حنفترض انه ممكن يستطيع يجحد ويكابر، وحنجرد دليل مش عشان ما نستدل، لا، ما احنا الاصل ان احنا مصدقين ومش محتاجين دليل لانه امر واضح، ولكن مع ذلك حنفترض انه فيه واحد منكر، فحنجرد دليلا عشان نقطع حتى احتمال يكون فيه إنكار أو جحود، ليقطع دابر الجحود والعناد. نعني فنقول نعني بكونه قادرا أن الفعل الصادر منه لا يخلو إما أن يصدر عنه لذاته أو لمعنى زائد عليه،
يعني الفعل اللي صدر عنه، إيه معنى صدر عنه لذاته؟ يعني هو فاعل موجب يعني بالإيجاب، فتصدر عنه الأفعال صدور المعلول عن العلة، يعني ما عندوش لا إرادة ولا اختيار ولا قدرة، هو فاعل بالإيجاب، يعني وجدت العلة يوجد له المعلول، وليس هو القادر على الفعل والترك. أو معنى أن الفعل صدر عنه لذاته، خلاص يعني ذاته اقتضت هذا الفعل من غير ما يريد ولا يوجد بعد عدم ارتباط علة به بمعلول، ولا أن الفعل صدر عنه لمعنى زائد عليه، يعني على الذات اللي احنا بنسميها الصفات، يعني هذا الفعل من غير صفة، لأن الفلاسفة ينفون عن الله تعالى الصفات خالص، ينفع عنه الإرادة وينفع عنه العلم والقدرة، ويقولون إنه واحد من جميع الوجوه، فلا يتكثر بأي وجه من الوجوه. يبقى إذن ما فيش ولا حاجة إلا الذات فقط، ذات فقط، لا فيش أي شيء آخر، لا صفة ولا قدرة ولا إرادة ولا أي شيء، ولا حياة حتى. حتى الحياة يقولون إنه إيه حياته، يعني صحة إيه تأتي منه الأمور اللي احنا بنسميها يعني احنا قدرة وإرادة إلى آخره، يعني هو عندهم إيه قادر بس ما فيش قدرة، لأنه هو إيه ذاته كده قادرة وهكذا، ولا توجد صفات زائدة على الإيه الذات. وباطل أن يقال صدر عنه لذاته، يعني عندنا الآن إيه احتمالان، إما أن تكون الأفعال يعني العالم أو الوجود صدر عنه لذاته، إذ لو كان كذلك لكان قديما مع الذات، ليه؟ لأنه في تلازم بين العلة والمعلول، فلو كانت العلة قديمة يبقى المعلول إيه قديم، فدل على أنه صدر لزائد على ذاته، لقطعنا أو لعلمنا القطعي بأن العالم ليس قديما وإنما هو إيه حادث. إذن لم يصدر عنه لذاته، لأنه لو صدر عنه لذاته لكان قديما بقدمه، فالصفة الزائدة التي بها تهيأ الفعل للوجود نسميها قدرة، يعني الصفة الزائدة على إيه على الذات اللي هي تهيأ بها الفعل للوجود بنسميها قدرة. إذ القدرة في وضع اللسان عبارة عن الصفة التي بها يتهيأ الفعل للفاعل وبها يقع الفعل. يعني لما نجي للسان العربي نعرف أن القدرة هي الصفة التي بها يتهيأ الفعل للفاعل، يعني يبقى الفعل إيه جاهز كده بس إيه نبدأ إيه ننفذ، يعني إحنا كده على أتم استعداد في حالة تهيؤ، خلاص، والتهيؤ عن الاستعداد، وبها يقع الفعل. يعني القدرة لها وظيفتان، تهيئ الفعل تخليه كده تهيئ استعدادي قريب جاهز كده، وبعدين توجد بالفعل، يعني إيجاد بالقوة، يعني تعلق صلوحي وتعلق إيه تنجيزي حادث، يوجد الفعل ذاته نفسه بالقدرة. أما الماتريدية زادوا صفة التكوين، جعلوا وظيفة القدرة أنها تجعله إيه مهيئا ومستعدا، لكن لا توجده بالفعل وإنما تهيئه تخليه جاهز كده. أما الذي يكونه ويوجده بالفعل صفة اسمها إيه صفة التكوين،
ولعلهم أخذوها من قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو كلام الغزالي مولانا وقال في الصفة الزائدة التي بها يتهيأ الفعل للنزول يحمل على القدرة عند الأشاعرة. أي ما هو الغزالي أشعري مش ما تريده، وذلك بقول لك القدرة يتهيأ الفعل للفاعل وبها يقع تهيئ وتوجد، أما عند الماتريدية للتهيئة والاستعداد والإيجاد أو التكوين للإيه لصفة التكوين. وهذا الوصف مما دل عليه التقسيم القاطع الذي ذكرناه، ولسنا نعني بالقدرة إلا هذه الصفة وقد أثبتناها. فإن قيل فهذا ينقلب عليكم في القدرة فإنها قديمة. يعني إيه معنى هذا ينقلب؟ لما أنتم قلتم ينفعش إيه يكون العالم أو الفعل صدر عنه لذاته، لأنه الذات قديمة وما يصدر عنها حيكون إيه قديم، ماذا حيتقلب على رأسكم في القدرة؟ ضم القدرة قديمة فما يصدر عنها قديم، إيه اللي عملتوا أنتم؟ حينقلب عليكم الإيه الدليل. فإن قيل فهذا ينقلب، فهمت وانقلب ليه؟ نفس المحظور اللي احنا فررنا منه. هذا ينقلب عليكم في القدرة فإنها قديمة والفعل ليس بقديم، صح كده؟ يعني سواء قلنا صدر عن الذات أو صدر عن شيء زائد على الذات واحد، لأنه الزائد على الذات اللي هو القدرة أنتم تقولون إنه قديم، فيلزم أن ما يصدر عنه يكون إيه قديما. فما الفرق؟ انقلب السحر على الساحر. قلنا سيأتي جوابه في أحكام الإرادة فيما يقع الفعل به. ده يعني عاوز يأخر الإجابة على السؤال ده لما يوصل لأحكام الإرادة فيما يقع الفعل به، وإن شاء الله هو هنا في الكتاب اللي معاي بيقول لك في صفحة 231 عندك، ما عندي أنا بقول لك انظر صفحة 173 173 173 وأما أهل الحق كده فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها، وقول القائل إنه لما تعلقت بها وضدها مثلها في الإمكان سؤال خطأ. لا فين الجواب؟ قال فإن قيل وهذا ينقلب عليكم في نفس الإرادة. فين؟ قال فإن قيل فقول القائل كقول القائل لما فين انجيل؟ ما عنديش انا انجيل. صفحة كام عندك انت؟ انا ليس عندي هنا في اول صفة الارادة هيس. يبقى هو كاتب خطأ هنا ولا ايه؟ صفحة 173 لا 2 ولا 3 في اول صفة الارادة الصفة الرابعة الارادة في اولها. طب اقرأ كده من عندك انت. قال فإن قيل وهذا ينقلب عليكم في نفس الإرادة. فإن قيل وهذا يبقى مش كاتب الهامش اللي كتبه خطأ يا أخي سبحان الله. فإن قيل وهذا ينقلب عليكم في نفس الإرادة فإن القدرة كما لا تناسب أحد الضدين فالإرادة القديمة أيضا لا تنشد ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية، إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث، إذ لو حدث من الذات لكان مع الذات غير متأخر، فلا بد من قدرة
والقدرة لا تكفي، إذ لو كان للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله وما بعده في النسبة إلى جواز تعلق القدرة به على وتيرة واحدة، فما الذي خصص هذا الوقت فيحتاج إلى الإرادة؟ والإرادة لا تكفي، فإن الإرادة القديمة علة عامة التعلق كالقدرة، فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين واحدة. لا، ليس هذا جواب السؤال. ممكن يكون يقصد أنه سيأتي الجواب مجمل وليس على هذا بالأمر. نحن السؤال عندنا الوقت، إذا كانت القدرة قديمة، تمام مش كده، والفعل ليس بقديم، يعني هو هذا هو السؤال، أن القدرة قديمة أما ما وجد بها ليس بقديم، لأن نحن تخلصنا عن أنه يكون صدر عن الذات، لأنه لو صدر عن الذات لكان قديما، لأن الذات قديمة. كذلك القدرة قديمة والفعل الصادر عنها حادث. هذا هو السؤال، أين جوابه؟ هو قال سيأتي جوابه في أحكام الإرادة مش في صفة الإرادة. فين الأحكام؟ أهي الإرادة، لكن أين أحكامها؟ الناس في الإرادة أربع فرق، وهل أنت تتصور أنه وبعد أن ينتهي من الصفات في حيذكر تقريبا أحكام الصفات بعد القدرة، مش كده؟ في بعد الصفات في أحكام الصفات، صفحة كم؟ في مكان، يعني في أي مكان؟ صح، أحكام الصفات الدعوة، الدعوة كان نفس الدعوة أو دعوة جديدة؟ نعم، القطب الثاني مش كده؟ أحكام الصفات، أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق. فين أحكام الإرادة؟ شبهة حدوث الإرادة القديمة 212.
وعلى أي حال عشان لا نتعطل فقرأ، ومن يعثر على الجواب فليأتي به. تفضل. شو اللي قرأناه ولا غيره؟ غيره يا سيدي. ها؟ هو تقريبا أيضا هذا. وأما أهل الحق أين؟ في صفحة كام؟ يعتبر في مبحث الإرادة قبل الأخير قليلا. في مبحث الإرادة يعني قبل السمع والبصر. احنا الصفة الثانية العلم بعد القدرة، يعني الإرادة الصفة الثالثة الكام؟ الإرادة الرابعة. الرابعة. في آخرها يعتبر صفحتان. وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة. فين وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها. وقول القائل إنه لما تعلقت بها وضدها مثلها في الإمكان سؤال خطأ، فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله. أين الجواب ده؟ يعني القدرة لها تعلق زي الإرادة لها تعلق. فقول القائل لما ميزت الإرادة الشيء عن مثله كقول القائل لما أوجب العلم انكشاف المعلوم، فيقال لا معنى للعلم إلا ما أوجب. كقول القائل لما كانت الإرادة إرادة كيف الإرادة لابد من حدوثها؟ صفحة كم؟ عندي نسخة ثانية. نقرأ في أول الكلام ولا في آخره؟ في عنوان استدلال الكرام والجهني على قوله تعالى محل الحوادث بحدوث الكلام والإرادة. نعم. الحكم الثالث في أحكام الصفات. أبي اقرأ. اقرأ. الحكم الثالث. الصفات كلها قديمة. فإنها لو كانت حادثة لكان القديم تعالى محلا للحوادث وهو محال. أو كان يتصف بصفة لا تقوم به. وذلك أظهر افتحالة كما سبق. ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة. وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة وفي الكلام. ونحن نستدل على استحالة كونه سبحانه محلا للحوادث. لا، هذا قضية أخرى مش هو ده. أنا أتكلمش عن قدم الصفات. السؤال هنا واضح، بيقول
فإنها القدرة قديمة والفعل ليس بقديم. هذا هو إيه السؤال. خلاص كده. احنا قلنا في الأول إنه ما ينفعش صدور عن الذات لأنها قديمة، ولو صدر عن الذات لكان قديما مثلها، صح؟ طيب هو صدر عن القدرة والقدرة قديمة، فلماذا لا يكون قديما مثلها؟ هذا هو السؤال. إن وجدت الإجابة، هو بيقول في أحكام الإرادة فيما يقع به الفعل، ابحث عن الأحكام الإرادة فيما يقع به الفعل وليس في موضوع إيه؟ إنه محل للحوادث. طب اقرأ ونؤخر الإجابة حتى نصل إليه. قلنا سيأتي جوابه في أحكام الإرادة فيما يقع الفعل به. وإذ أثبتنا القدرة فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنها متعلقة بجميع المقدورات، وأعني بالمقدورات الممكنات كلها، ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها، فلا نهاية إذن للمقدورات. ونعني بقولنا لا نهاية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد يستحيل في العقل حدوث حادث بعده. لا بنتظر دقيقة كده. يبقى الجواب لحين أن نصل إليه أنه الفعل ليس ملازما للقدرة، وإنما هو تعلق القدرة، والتعلق أمر اعتباري، فلا يضر أن نقول بحدوثه، فالحادث هو تعلق الصفة وليس الصفة، وهو ليس أمرا وجوديا، وإنما هو أمر اعتباري، فنقول بحدوثه تجوزا، أي بمعنى أنه مش حادث يعني وجد بعد عدم، أن هذا التعلق لم يكن قبل وجود الفعل، يعني هذا التعلق كان بعد أن لم يكن، وليس معنى أنه كان بعد أن لم يكن أنه موجود، وإنما لم نقل به إلا بعد وجود الفعل. فالتعلق هو المرتبط بالفعل. خلاص كده؟ يلا تفضل. وإذ أثبتنا القدرة فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنها متعلقة بجميع المقدورات، وأعني بالمقدورات الممكنات كلها، ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها. وإذا أثبتنا القدرة فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنها متعلقة بجميع المقدورات، والمراد بالمقدورات الممكنات، يعني القدرة متعلقة بجميع المقدرات، وليس متعلقة بجميع المقدرات يعني متعلقة تعلق تنجيزي، لأن لو تعلقت بجميع المقدرات لوجدت جميع المقدرات، ولكنها صالحة للتعلق بجميعها. إذن فلماذا لم توجد الممكنات كلها أو المقدورات كلها؟
لماذا لم توجد بالفعل جميع المقدرات مع أنها يمكن أن توجد؟ الجواب أن ذلك راجع إلى تخصيص الإرادة، لأن القدرة صحيح أنها توجد أي مقدور، ولكن بشرط أن تكون خصصته الإرادة. فمثلا جبل من ياقوت أو بحر من زئبق أو جبل من زمرد، كل هذا من الممكنات. لماذا لم يوجد بالفعل؟ لأن الإرادة لم تخصص ذلك، بل ولم يسبق وجود ذلك في العلم. إذن فالقدرة تؤثر، يعني توجد، ولكن توجد ما أراده الله تعالى، يعني ما أراد أن يوجده، ولا توجد كل ما يمكن أن يوجد. يعني الله تعالى يريد خلق شيء ولا يريد خلق مثلا شيئا آخر، فما الذي يوجد؟ الذي أراد الله، مع أنه قادر على إيجاد ما لم يرده، ولكنه لا يوجد إلا إيه؟ ما أراد. واضح؟ ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها، فلا نهاية إذن للمقدورات. يعني فلا نهاية إذن للمقدورات، اللي هي الممكنات التي يمكن أن توجد بالقدرة، هذه غير متناهية. يعني ما من مقدور إلا ويمكن أن توجد القدرة غيره لا إلى حد. يعني مثلا الإنسان خلق مثلا بعينين ولسان وشفتين ورجلين ويدين، هل يمكن أن يكون بثلاثة أرجل أو بثلاث؟ نعم. هل ممكن أن يكون بأربعة؟ نعم. وهكذا إلى لا نهاية. الإنسان خلق على صورة جميلة، هل يمكن أن يخلق على صورة أجمل؟ نعم. هل يمكن أن يخلق على صورة أجمل من الأجمل؟ نعم. وهكذا إلى لا نهاية. فمثلا لو قلنا الحد مثلا مليار، قلنا كده خلاص آخر حاجة، يبقى معناها إيه؟ وصلنا إلى تعجيز القدرة، والقدرة لا تعجز أو لا توصف بالعجز عن ممكن أبدا. طب لما هي ممكن توجد أي شيء، لماذا لم يوجد وهو في مقدورها أو وهو في إمكانها؟ الجواب لأنها، أي الإرادة، لم تخصصه، يعني بأحد الأمور الستة المتقابلة: وجودنا والعدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، مقادير، كذا المقادير، روى هذه الستة. بمعنى أنه أي شيء من الممكنات إما أن تخصه الإرادة بأحد أمرين متقابلين من الستة، يعني يا إما توجد أو لا توجد، يا إما بعد الوجود والعدم الصفات. الصفات يعني صفة دون صفة، يعني مثلا صفة هذا مثلا يعني جميل، هذا قبيح، هذا طويل، هذا قصير، فممكن تخليه طويل وليس، أو العكس، أو أزرق وليس، أي شيء، وهكذا إلى لا نهاية بالنسبة للصفات، ولكنها متقابلة زي تقابل الضدين. المقادير يعني توجده على هيئة ومقدار، يعني مثلا أقل أو أكثر أو زيادة أو نقص، وهكذا إلى لا نهاية. وكذلك المكان، توجده في مكان دون مكان، في العراق، في الشام، في إيران، في أمريكا، في أستراليا، هنا أو هنا، تخصه يعني بمكان دون مكان، هكذا إلى لا نهاية. كذلك الأزمنة، يعني توجده في زمان دون زمان، وهكذا، ومقدار دون مقدار، وصفة دون صفة، إلى آخر هذه الأمور الستة المتقابلة. يبقى إذن المقدورات
يعني الممكنات لا نهاية لها في ذاتها، إنما الممكنات غير الموجودات، الموجود اللي وجد بالفعل، أما الممكن هو الذي يمكن أن يوجد وممكن ألا يوجد. إذن فدائرة الممكنات أوسع من دائرة الموجودات، فكل الموجودات الحادثة ممكنة، وليس كل الممكنات موجودات. يعني أي موجود حادث يبقى هو ممكن، ولكن ليس كل ممكن موجود، في ممكن معدوم، لأن الممكن فيه طرفان، الوجود والعدم، وهما مستويان، لا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح. يلا. ولا يخفى أن الممكنات لا نهاية لها، فلا نهاية إذن للمقدورات. ونعني بقولنا لا نهاية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد. خلق الحوادث بعد الحوادث، يعني هذا حادث، ده في حادث غير فيه، في غيره فيه، وإلى لا نهاية. لا يمكن نأتي مثلا في مرحلة معينة نقول خلاص الحوادث، لا، بحسب إمكان وجودها لا تتناهى، إنما بحسب وجودها بالفعل فهي متناهية، لأن كل ما دخل الوجود فهو متناهي. عارفين التناهي يعني في حد، في نهاية، في أولية، في آخرية، بس بشرط يكون دخل في الوجود. أديك مثال، زي أنت لما بتركب التاكسي، أول ما تدخل يبدأ الحصر، يعني العد لحد ما تنزل، بيعد لما تدخل أول ما تنزل لحد ما تنزل. إنما لو كان العد بتاع التاكسي ده شغال على طول، ما ركبت ما ركبتش العداد شغال خلاص كده، فالعداد ما يشتغلش إلا إذا دخلت في التاكسي، والتاكسي ده هو اللي الوجود. برا خلاص مش هيجر عليك الايه، زي الأعمار، امتى يبدا العمر؟ لما تتولد، ما انت لسه ما اتخلقتش حكي، يعني فين عمرك؟ لما تيجي يبقى بشرط الدخول في الوجود. اما الممكنات اللي هي لم تدخل في الوجود فهي غير متناهيه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكل شيء احصيناه في سوره ياسين، في في امام مبين، كل شيء أحصيناه، يعني كل شيء موجود، لأنه لا يدخل في الإحصاء أو في العد إلا الموجود. أما الممكن، كم عدد الممكنات؟ لا يمكن تجيب، لا، ليست متناهية. ونعني بقولنا لا نهاية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلى حد يستحيل في العقل حدوث حادث بعده. أو ده المهم، يعني لا يصل العقل إنه خلاص ده آخر حادث، ما فيش، لا، لو قلنا كده معناه معناه إنه ده نهاية القدرة، فأصبحت القدرة لها حد آخر ما عندها، زي ما أنت تقول واحد أعلى ما في خيلك، أو ده أوه، لا، ما فيش الكلام ده في الحاشاة سبحانه وتعالى. فالإمكان مستمر أبدا، والقدرة واسعة لجميع ذلك. فالإمكان مستمر أبدا، ملوش دخل لا بالدنيا والآخرة، حتى في الجنة والنعيم هم من الممكنات، والنعيم حيبقى واجب ولا مستحيل. ما أقسام الحكم العقلي كام؟ ثلاث. فالإمكان ده مستمر أبدا، والقدرة واسعة لجميع ذلك، يعني لجميع الممكنات، ولكن بشرط أن تكون الإرادة خصصت. يعني معناها الإرادة ما أرادش أو ما خصش يبقى لا يوجد الممكن أبدا أبدا، لا يمكن. يعني الله تعالى يخلق شيئا لم تتعلق به الإرادة؟ لا، لا يمكن، لأنه هو سبحانه وتعالى فاعل مختار. ولو وجد شيء لم تتعلق به الإرادة يبقى معناه أنه وجد قهرا، يعني رغما عنه، معناها كده. هل لا معنى آخر؟ لا. وبرهان هذه الدعوة وهو عموم تعلق القدرة
أنه قد ظهر أن صانع العالم واحد، فإما أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة، والمقدورات لا نهاية لها، فتثبت قدر متعددة لا نهاية لها وهو محال. يعني الآن دلوقتي بيتكلم في وحدة الصفة اللي هي القدرة، طبعا عموم تعلقها بجميع الممكنات، أنه ظهر أن صانع العالم واحد لا إله غيره ولا رب سواه، فإما أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة والمقدورات لا نهاية لها، يبقى معناها كده تثبت قدر متعددة لا نهاية لها وهو محال، لما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها. وإما أن تكون القدرة واحدة فيكون تعلقها مع اتحادها بما يتعلق بها من الجواهر والأعراض مع اختلافها لأمر تشترك فيه ولا تشترك في أمر سوى الإمكان. يعني مثلا عشان كذا لماذا نجعل التعلق إيه عام عام، مع أن هي واحدة وليس هناك تعلقات خاصة بكل مقدور، لأنه في هذه الحالة حتصبح قدر غير متناهية. يبقى إذن لازم يكون في حاجة، ما احنا قلنا إيه، حاجة مشتركة تمسك الكل، يعني هي مع اتحادها تتعلق بجميع الجواهر والأعراض مع اختلافها، لأمر تشترك فيه ولا تشترك في أمر سوى الإمكان، يعني الجواهر ممكنة والأعراض ممكنة، إذن فتعلقت القدرة بمقدور واحد وهو الممكن، لأن كل ده مشترك، صحيح ده مختلف عن ده، ده يعني اسمه جوهر ده اسمه عرض ده كذا ده كذا، لكن في الآخر بيجمعهم إيه؟ الإمكان. فيلزم أن كل ممكن مقدور، كل ممكن فهو مقدور لا محالة وواقع بالقدرة. وبالجملة إذا صدرت منه الجواهر والأعراض استحال ألا يصدر منه أمثالها، فإن القدرة على الشيء قدرة على مثله. يعني مثلا الجواهر والأعراض من حيث كونها ممكنات، يبقى في هذه الحالة ما دامت أنا قادر على خلق ممكن والآخر مثله في الإمكان، يعني ده ممكن وده ممكن، يبقى يستحيل ألا أكون قادرا على خلق مثله، لأنهما تساويا أو الكل تساوى في الإيه، فكيف تكون قادرا على بعض الممكنات دون بعضها والجميع يشترك في صفة الإمكان؟ فما دمت قادرا على خلق ممكن واحد فأنت قادر على خلق جميع الممكنات بنسبة واحدة. يعني مثلا اللي يقدر يصنع هذه العصا وأقول له اعمل واحدة مثلها هو اللي صنعها، يقول لا ما أقدرش، طب يقول لا أقدر أعمل اثنين وثلاثة، طالما عنده القدرة والقدرة بتاعته دائمة وعنده القوة والخشب اللي عنده يعني يخلقه كن فيكون وأنواع، فإذا قدرته على خلق عصا واحدة كقدرته على خلق الملايين والآلاف، وهذا ما قاله القرآن الكريم صراحة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، مع أنه إيه أنفس كثيرة ومتعددة وذكور وإناث وجن، كل ده لما ربنا يبعث كأنه بيبعث حاجة واحدة، لأنه كله إيه مشترك في الإمكان. يعني بدل ما يقول له كل واحد كن 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 للكل في الحال يروح إيه يكون مثلا. وإذا لم يمتنع التعدد في المقدور فنسبتها إلى الحركات كلها. يعني إيه معنى وإذا لم يمتنع التعدد، لأنه ده كله ممكن ما تعددناش كله اشترك فيه، فنسبتها إلى الحركات كلها يعني القدرة والألوان كلها على وتيرة واحدة، لأن كلها مشتركة في صفة الإمكان، فتصلح
يعني القدرة لخلق حركة بعد حركة على الدوام. يعني بدل ما نقول حركة نقول حادث بعد حادث على الدوام، وكذا لون بعد لون، وجوهر بعد، وهكذا دون انقطاع. وهو الذي علينا بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكل، أدل المعنى اللي نريده، مش متعلقة بكل ممكن. ولو لم تخصصه الإرادة بمعناها توجد جميع الممكنات، لا، لأنه ما من ممكن إلا وبعده ممكن، لأن الممكنات لا تتناهى. فكذلك عموم القدرة لا يتناهى، يعني لا يختص ببعض الممكنات دون بعضها ولا يقف عند حد. وهو الذي علينا بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكل ممكن، فإن الإمكان لا ينحصر في عدد، ومناسبة ذات القدرة لا تختص بعدد دون عدد. يعني خلق النملة زي خلق الجبل، ما نقولش مثلا ربنا لما يخلق النملة سهلة بسرعة، أما الجبل عاوز مثلا عاوز وقت طويل، مثلا يعني الجبل عاوز شهرين، إنما النملة لا. خلق الجبل زي خلق النملة، خلق الكبير زي خلق الصغير، ما فيش تفاوت. لما يجي واحد يقول مثلا ده القرآن قال عكس كده، قال خلق السماوات والأرض أكبر، يعني في الدلالة وفي على على إيه على الوجود، يعني الدليل أعظم، يعني مش ال عملية الخلق أكبر. حتى ما قالش مثلا أسهل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي وهي إيه وهو أهون عليه. فما فيش مثلا بالنسبة لله تعالى إنه ده فعل أهون والتاني إيه هين وده أهون، أو ده صعب وده لا، لا يوجد هذا. ما هي معنى أهون عليه؟ بحسب مقاييسكم أنتوا إنه الإعادة إعادة الشيء أسهل من إيه من بدئه، يعني بيخاطب الناس على حسب عقوله. وفي بعض المفسرين قال لا، وهو الذي يبدأ الخلق يعني المخلوق، يعني الشيء المخلوق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني على المخلوق، يعني ال كن أهون، يعني بدايته بيمر بمراحل صعبة، يعني مثلا جنين وكأنه نطفة علقة لحد يتكون كده رضيع وكده طفل، بيمر بالبداية. إنما في الإعادة حيعاد كده مرة واحدة، مش حيعاد بالمراحل. فأهون على مين؟ على الشيء المخلوق. أما بالنسبة له سبحانه وتعالى فليس هناك في خلقه للأشياء عناء ولا معالجة، ولا إنه هذا يحتاج إلى مدة ولا إلى آلة، يعني ولا يحتاج لا إلى آلة ولا إلى زمن. فإن الإمكان لا ينحصر في عدد، ومناسبة ذات القدرة لا تختص بعدد دون عدد، فلا يمكن أن يشار إلى حركة فيقال إنها خارجة عن إمكان تعلق القدرة يعني بها. ليس ممكنا أن تشير إلى حركة ولا إلى مثلا حادث ولا إلى مقدور وتقول إن هذا خارج عن تعلق القدرة. ليه؟ لأنها تعلقت بمثله، والمتماثلات حكمها واحد. مع أنها تعلقت بمثلها، إذ بالضرورة نعلم أن ما وجب للشيء وجب لمثله. يعني ما وجب للشيء وجب لمثله، وأي شيء متماثل حكم واحد، زي ما بندرس في التجويد مثلا، وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. يعني دي قلنا يبقى لازم لما تيجي نون لازم المثل ياخذ نفس الحكم. ما ينفعش يقول قلنا دي واجبة والقلنا في إيه الجن مش واجب. هي النفس النون، ما وجب للشيء وجب لمثله. غنيت النون دي تغن الثاني، المد الواحد، القلقلة نفس الحروف جاءت ثاني. لماذا تركتها هنا؟ المتماثلات حكمها ايه واحد. ويتشعب عن هذا فروع ثلاثة. الأول، إن قال قائل هل تقولون إن خلاف المعلوم مقدور؟ قلنا هذا مما اختلف فيه، ولا يتصور الخلاف فيه إذا حقق وأزيل تعقيد الألفاظ. وبيانه،
أنه قد ثبت أن كل ممكن مقدور وأن المحال ليس بمقدور. فلننظر أن خلاف المعنى. قال قائل هل تقولون، ده سؤال ده مهم، إن خلاف المعلوم مقدور؟ ما هو السؤال هنا هو خلاف المعلوم ده ممكن ولا مش ممكن؟ طيب يبقى كيف لا يكون مقدورا؟ هذا السؤال. هنقرأ السؤال أول عشان ما نستعجل. قلنا هذا مما اختلف فيه، ولا يتصور الخلاف فيه إذا حقق وأزيل تعقيد الألفاظ، يعني هو في خلاف لكن قبل التحقيق، أما عند التحقيق وتوضيح الأمر بجلاء يختفي الخلاف ده، يعني ما فيش خلاف، بس بعد التحقيق. وبيانه أنه إذا ثبت أن كل ممكن مقدور، يبقى كده إيه العكس الممكن؟ المحال. يبقى المحال ليس بمقدور، يعني الشيء المحال. وهو أقسام حكم العقل ثلاثة: الوجوب والجواز والإمكان والاستحالة. والواجب طبعا خلاص، لأنه لا يقبل أصلا إلا الوجود، فلا تتعلق به القدرة لأنه ده تحصيل حاصل، يعني لا يكون أثرا للقدرة، تمام كده، لأنه تحصيل حاصل. يبقى المحال ليس بمقدور، خلاص. فلننظر، هو تحرير المسألة هنا، ولم قلنا الممكن أو كل ممكن مقدور، يبقى كل محال غير. يبقى السؤال هنا هل خلاف المعلوم ممكن ولا محال؟ هنا تتحل المشكلة. والله إن قلنا خلاف المعلوم ده محال يبقى غير مقدور، وإن قلنا خلاف المعلوم ممكن يبقى ولا تعرف ذلك إلا إذا عرفت معنى المحال والممكن وحصلت حقيقتهما، وإلا يعني إذا ما عرفتش لا معنى ده ولا ده وما عرفتش وإلا يعني فإن لم تعرف أنت سهلت في النظر، فربما صدق على خلاف، يعني لو أنت كده متساهل ومتسرع كشأن العادة اللي احنا تعودنا عليها، صدق على خلاف المعلوم أنه محال وأنه ممكن ليس بمحال، يعني ينفع نحكم بكذا ينفع نحكم بكذا، فإذا قد صدق أنه محال وليس بمحال، والنقيضان لا يصدقان معا. فاعلم أن تحت اللفظ إجمالا، وإنما ينكشف لك ذلك بما أقوله، وهو أن العالم مثلا يصدق عليه أنه واجب وأنه محال وأنه ممكن، بس ده باعتبارات. انت هتقول هنا اجتمعت اجتمع التناقض، واجب ومحال ده متناقضة مع بعض، احنا قلنا النقيضان لا يصدقان، ولكن هو بيقول لك هنا يصدق. عاوز يقول لك لما احنا قلنا خلاف المعلوم مرة قلنا محال ومرة قلنا غير محال، ومع ذلك ده صح وده صح، بس لم يتوارد النفي والإثبات على جهة واحدة، انفكت الجهة، فهنا حيزول التناقض. كيف ذلك؟ بيقول لك هنا العالم ممكن يكون العالم واجب الوجود، وممكن يكون محال، وممكن يكون، بس باعتبارات. يعني إذا نظرت إلى العالم من جهة أن العلم تعلق به والإرادة خصصته بواجب، بس واجب لغيره ليس لذاته، وإذا نظرت على فرض أن الإرادة لم تتعلق به ولم يرد الله خلقه ولم يعني يسبق في العلم، يبقى العالم محال على هذا الاعتبار. وإذا قطعت النظر عن تعلق العلم أو عن افتراض عدم تعلقه، يبقى هو في ذاته ممكن. قال هنا اجتمعت المتناقضات لأن الاعتبارات اختلفت، وشرط التناقض طبعا شروط ثمانية: اتحاد الموضوع، اتحاد المحمول، اتحاد الزمان، اتحاد المكان، اتحاد الإضافة، اتحاد الكلية، اتحاد الجزئية، اتحاد القوة والفعل. دي شروط للتناقض. أما كونه واجبا فمن حيث إنه إذا فرض إذا ده افتراض، لو افترضنا
أنا بقول لكش العالم واجب كده، بقول لك واجب لغيره. لو افترضنا إنه إرادة القديم موجودة وجودا واجبا، إذا فرضت إرادة القديم موجودة وجودا واجبا كان المراد أيضا واجبا بالضرورة لا جائزا، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقق الإرادة يعني القديمة. كيف يكون الإرادة تخصص وما فيش مراد؟ ده مستحيل إنه يبقى الإرادة القديمة خصصت ولا يوجد مراد. خصصت إيه؟ وأما كونه محالا فهو أنه لو قدر عدم، قدر يعني لو افترضنا عدم تعلق الإرادة بإيجاده فيكون لا محالة حدوثه محالا، إذ يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب، وقد عرف أنه محال. وأما كونه ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقط، ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة، ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة ولا عدمها. يعني إحنا قطعنا النظر، لم نعتبر وجود الإرادة ولا عدم وجود الإرادة، فيكون في ذاته ممكنا، فيكون له وصف الإمكان. فإذا الاعتبارات ثلاثة، خلاص، يعني باعتبار تعلق العلم، باعتبار عدم تعلقه، بالنظر إليه بذاته. الأول أن نشرط فيه وجود الإرادة وتعلقها، فهو بهذا الاعتبار واجب. واجب. الثاني أن نعتبر فقد الإرادة، فهو بهذا الاعتبار محال. الثالث أن نقطع الالتفات إلى الإرادة والسبب، فلا نعتبر وجوده ولا عدمه، ونجرد النظر إلى ذات العالم، فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث وهو الإمكان. ونعني أنه ممكن لذاته، وكلمة ممكن لذاته لا تنافي أنه ممكن يكون واجب لغيره أو محال لغيره. يعني يبقى إذا نفهم حاجة مهمة هنا جميلة، إنه الواجب يا إما يكون ذاتي يا إما يكون لغيره. يعني مثلا وجود الله تعالى وصفاته واجب لذاته، أما وجود العالم لأنه تعلق بواجب لغيره، خلاص كده. الشريك لله تعالى محال لذاته، خلاص كده. إنما ما لم يتعلق به العلم وهو في ذاته ممكن، فهذا محال لغيره. يبقى فهمنا فائدة جميلة، إنه المحال ممكن يكون ذاتي وممكن يكون لغيره. طب والواجب ممكن ذاتي، طب والممكن لا يكون لغيره. ها؟ لا يكون لغيره. اسكت يا سيدنا الشيخ. الممكن لغيره، في ممكن لذاته ممكن لغيره. أنت تقول دبيت والدب مر. الإمكان لا يكون إلا ذاتيا. يعني لو كان لذاته ما فيش حاجة اسمه ممكن لغيره، لأنه معنى كده حيبقى في ذاته واجب أو محال. فإن تنقلب الحقائق يبقى هذا يؤدي إلى انقلاب الحقائق. فالواجب ممكن لذاته والغيره، والمحال لذاته والغيره. أما الممكن في ذاته فقط بس، أما بغيره ده موضوع تاني. خلاص كده. يبقى الإمكان لا يكون إلا ذاتيا، مفهوم؟ ونعني يعني إيه؟ ما فيش ممكن لذاته وممكن لغيره، دي مش موجودة، دي تقدر تجيبها. إنما في واجب لذاته وفي واجب لغيره، وفي محال لذاته ومحال لغيره، إنما ممكن يبقى لذاته فقط. في ممكن لغيره. ونعني به أنه ممكن لذاته، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكنا، فظهر منه أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكنا محالا. بس يبقى ممكن لذاته إنما محالا ليه؟ هي اللي فيها لغيره، لكن ما فيش ممكن لغيره. يبقى واحد قال ممكن محال، قال لك بس ممكن يبقى لذاته، ما فيش حاجة ممكن لغيره، إنما محال إما لذاته إما لغيره. أما ممكن يبقى لذاته، ما فيش حاجة اسمه ممكن لغيره، مش هيجيبها خالص، لا مش موجودة.
فظهر منه أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكنا محالا، ولكن ممكنا باعتبار ذاته. أيوة، محالا باعتبار غيره. يبقى كلمة غيره تيجي في المحال وفي الواجب. ولا يجوز أن يكون ممكنا لذاته محالا لذاته، فهما متناقضان، فنرجع إلى خلاف المعلوم. شوف ده كله ولسه ما جاوبش على السؤال. هو خلاف المعلوم ده ممكن ولا محال؟ إذا كان ممكن يكون مقدورا، وإذا كان محالا لا يكون مقدورا. فنرجع إلى خلاف المعلوم فنقول: إذا سبق في علم الله تعالى إماتة زيد صبيحة يوم السبت مثلا، فنقول خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت ممكن أو ليس بممكن. يعني مثلا سبق في علم الله، خلاص سبق، يعني وهو في العلم يتغير. طيب يا بني آدم، ما دام سبق في علم الله كل شيء، يعني سبق خلقك وشكلك واسمك ووظيفتك والمناصب اللي مش هتتولاها والأجل اللي انت هتموت فيه والمال اللي هتحصله من حلال ولا حرام والنهب والسلب، ما دام كل شيء سابق، يبقى انت يعني لماذا يعني الإنسان لا يمكن أن يأتيه شيء أو يحصل له شيء إلا إذا كان سابق في العلم وخصصته الإرادة؟ غير كده لا يمكن. بس الإنسان مستورة عنه، مغيب عنه هذه الأمور، فيوجد إيه؟ يكالف في الحياة ويركض فيها ركض الوحش في البرية، ولا يناله إلا ما سبق به العلم أو خصصته الإرادة. فكلما الإنسان يطمئن قلبه بالإيمان ويرضى بقضاء الله اللي هو غيب ولا يعرفه، يبقى في هذه الحالة والله لا يمكن يفرح بشيء أتاه ولا بشيء يحزن على شيء فقد منه، لكي لا تأسوا ولا تفرحوا بما أتاه. جايلك جايلك والمش جايلك مش جايلك، فما تتعلقش بشيء، خلاص كل شيء هو يعني مثلا ربنا حينسى أو الكتب حيتمسح أو حيتبدل أو حد حيلعب في السجلات أو حد حيزور يد ده، ما يعني شيل الاسم ده حط ده اسم ده، خد رشوة خد، فيش الكلام، لا يمكن. واعلم الحديث أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالحق فيه أنه ممكن ومحال، أي هو ممكن باعتبار ذاته، يعني لا يحدث شيء في الكون كله سواء حتى في السماوات وفي الأرض في جميع كونه تعالى وخلقه، اللي بيحدث ده في الوجود من أحداث سواء كان سياسة أو اقتصاد أو أمراض أو غنى أو فقر، كل ده هو عبارة عن إظهار ما سبق به العلم. يعني بس كل ما أمر زي إيه، عارف الفيلم اللي لسه مخلصش بتيجي إيه، أو حلقات مسلسل لسه باقي بتاع 500 حلقة مش هتعرفها إلا لما إيه تذاع، لكن كل شيء مسجل عنده سبحانه وتعالى ومحفوظ. إن كل شيء إيه، لا في كل شيء إيه، ربنا أحصاه وكتبه وخصصه، فلا يغير ما عند الله تعالى شيء. فكل حاجة بتظهر، يعني ما فيش حاجة بتستأنف أو حاجة مثلا بتقرر من جديد، كل شيء قرر، وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، والكفر كفر وضلوا ضلوا، العلمانين علمانين والمراد زي ما هو، ما حدش هيقدر إيه يلعب في هذا الكون، ده له خالق وله مدبر ومسيطر. الناس فاكرة العملية لعبة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلي، كل شيء منظم ومحكم ومتقن. وقال ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أراده الله.
فاللي هيحصل هو اللي ايه اللي رب. فانت لماذا تنازع الاراده؟ يجب ده الايمان بالقضاء والقدر مش سنه ولا مندوب، ده من اركان الايمان مش من اركان الاسلام، من اركان الايه. والاسلام ينفع من غير ايمان؟ ده يعني معناه هو الاساس، لانه هو الايه الشيء القلبي. اما الاسلام هو الانقياد الظاهري، فاصل الدين هو الايمان. الركن الايه؟ الركن اللي هو ممكن ينجو به صاحبه، انما الاسلام لا. لا يدخل الجنة من كان، لا يدخل النار او لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة من او مثقال ذرة في البخاري من ايمان. ما دامت في ايمان هو ذا مدار النجاة عليه. انما الانقياد الظاهري قد يكون ايه معه انقياد باطن، بس هو ده الاصل. الاصل هو ايه؟ التصديق. وفسر الايمان بالتصديق، حتى النطق في خلف نطق، انما الاصل هو الركن الركين الذي لا يسقط ابدا هو ايه؟ التصديق، هو ذا مدار الايمان. يلا سيدنا. فنرجع إلى خلاف المعلوم فنقول إذا سبق في علم الله تعالى إماتة زيد صبيحة يوم السبت مثلا، فنقول خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت ممكن أو ليس بممكن. يعني في علم الله سبق أنه زيد فلان يعني حيموت يوم السبت الساعة 9 صباح 9:05 بالضبط هي. يبقى إذن الوقت اللي هو ربنا حدده أو سبق في علم الله تعالى أو خصصته الإرادة يوم السبت 3 ديسمبر 10 فبراير الساعة 9:30 كذا زيد حيموت. هل خلق الحياة لزيد في نفس الوقت ده ممكن ولا ليس بممكن؟ أو ده السؤال. فالحق فيه أنه ممكن ومحال، بس باعتبارات مختلفة. هو ممكن يعني خلق الحياة لزيد في نفس الساعة اللي هو حيموت فيها ممكن، بس باعتبار ذاته، لأنه خلق الحياة ممكن وخلق الموت ممكن، لكن باعتبار غيره أن العلم تعلق. يبقى لو خلقت الحياة والعلم تعلق بخلق الموت يبقى تبدل ما في العلم وانقلب العلم إلى جهل، لأن الذي كان في العلم هو خلق الإماتة، ولكن وجدنا أن الخلق خلق حياة يبقى تبدل العلم فاستحال من هذا الاعتبار. أما باعتبار ذاته فهو ممكن، لأنه خلق الموت زي خلق الحياة. وإحنا قلنا حكم المتماثلات هذا ممكن وهذا ممكن، فالذي هو قادر على أن يخلق الموت قادر على في نفس الوقت، يبقى هذا ممكن باعتبار ذاته، محال بإيه؟ ها؟ لغيره. يعني إذا اعتبرنا أو التفتنا إلى تعلق العلم بالإماتة فيكون تعلق العلم بالحياة محالا، لأنه يؤدي إلى انقلاب العلم إلى جهة. والمحال لذاته هو الذي يمتنع لذاته كالجمع بين السواد والبياض، لا للزوم استحالة في غير ذاته. يبقى المحال لذاته هو اللي يمتنع لذاته، أما المحال لغيره يعني هو غير الممتنع في ذاته ولكنه امتنع لغيره. وحياة زيد لو قدرت لم تمتنع لذات الحياة ولكن يلزم منه استحالة في غير ذاتها وهو ذات الإيه؟ العلم، إذ ينقلب جهلا، ومحال أن ينقلب جهلا، فبان أنه ممكن لذاته محال للزوم استحالة في غيره. فإذا قلنا حياة زيد في هذا الوقت مقدورة لم نرد به إلا أن الحياة من حيث إنها حياة ليس بمحال، كالجمع بين السواد والبياض. وقدرة الله تعالى من حيث إنها قدرة لا تنبو عن التعلق بخلق الحياة ولا تتقاصر عنه لفتور ولا ضعف ولا سبب في ذات القدرة، وهذان أمران يستحيل إنكارهما،
أعني نفي القصور عن ذات القدرة وثبوت الإمكان لذات الحياة من حيث إنها حياة فقط من غير التفات إلى غيرها. والخصم إذا قال غير مقدور على معنى أن وجوده يؤدي إلى استحالة فهو صادق في هذا المعنى، فإنا لسنا ننكره. مظبوط. ويبقى النظر في اللفظ، وهو أن الصواب من حيث اللغة إطلاق هذا الاسم عليه أو سلبه، ولا يخفى أن الصواب إطلاق اللفظ، فإن الناس يقولون فلان قادر على الحركة والسكون، إن شاء تحرك وإن شاء سكن، ويقولون إن له في كل وقت قدرة على الضدين، ويعلمون أن الجارية في علم الله تعالى وقوع أحدهما. فالله تعالى لا يكون قادرا إلا إذا قدر على الضدين، يعني خلق الموت وخلق الحياة. فعشان كده ما بقاش محال، لأنه إذا كان قادرا على واحد لذاته جهازه هو إيه، إنما امتنع إيه لغيره، استحال إيه لغيره. أما من حيث القدرة فهو قادر عليهما، ولذلك هات لي آية في القرآن كله إن ربنا يحيي بس، وهو يحيي ويميت، لازم يجيب في القدرة الضدين، يخرج الحي من الميت بس، ويخرج الميت، يولج الليل في النهار فقط، ويولج النهار، يبسط الرزق لمن يشاء فقط ويقدر. فلا بد في القدرة يجوا إيه، يجوا الضدين، الضدين. فالإطلاقات شاهدة لما ذكرناه، وهض المعنى منه ضروري لا سبيل إلى جحده. الفرع الثاني. الفرع الثاني، طويل الفرع الثاني ده، هتقول فيه إلى في هندسة النحو. نعم، في هندسة النحو. ماذا نخليه في الدرس الثاني، لكن نرجع قبل الختام إلى السؤال الأول. ها، حد وصل لشيء؟ فإن قيل فهذا ينقلب عليكم في القدرة، فإنها قديمة والفعل ليس بقديم. احنا طبعا كلنا متفقون، حتى المعتزلة ما خالفوش في كده، ان القدرة قديمة، خالفوا في الإرادة، انما القدرة ايه قديمة، والمقدور ليس بقديم، حادث، تمام كده. لكن حدوثه، يعني مثلا أليس للقدرة تعلق صلوحي قديم؟ لكن هل لها تعلق تنجيزي قديم؟ لا. ليه؟ لو كان لها تعلق تنجيزي قديم كان يبقى نفس المسألة بتاعت الذات، وكان العالم وجد مع الله تعالى في الأزل. يبقى الكلام هنا الإشكالية متعلقة مش في القدرة، متعلقة بالإرادة، تمام؟ لأنه الفعل ليس قديما، لأن الذي يوصف بالقدم الذات والصفات، أما الفعل جائز، جائز. يبقى الصفة اللي هي القدرة قديمة، ومتعلقها اللي هو الفعل حادث، ولا يجوز أن يكون قديما، لأن نسبة المقدورات بالنسبة إلى القدرة سواء، ولكنها تختلف بالنسبة للإيه؟ للإرادة، لأن الإرادة خصصت الممكن ببعض ما يجوز عليه، وأول هذا التخصيص وجوده أو إيه؟ أو عدمه. والأصل أن القدرة تتعلق بالممكنات، بالممكنات، والممكنات ليست واجبة الوجود حتى تكون قديمة، وليست مستحيلة حتى لا توجد، بقي معنى التعلق. فلم يبق إلا أنها إيه؟ أمور اعتبارية. الفعل نفسه، يعني القدرة على الفعل اللي هو التعلق السلوحي قديم، أما ذات الإيه الممكن أو وجوده اللي هو الحادث لا يمكن أن يتصف بالقدم، لأنه أصلا هو يوجد بعد إيه؟
بعد عدم، فلا يمكن أن يكون قديما بقدم القدرة، وإلا كيف يكون حادثا؟ لكن الإجابة فين؟ عاوز أعرف أين بالضبط الإجابة اللي هي في قول الفلاسفة بقدم العالم. نعم، لا، هو بيقول سيأتي جوابه في أحكام الإرادة فيما يقع به الفعل، فيما يقع الفعل فين ده؟ في الإرادة. أما الفلاسفة فقد قالوا بقدم العالم وهو محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديما. أيوه، بمعنى كونه فعلا انه لم يكن ثم كان، فان كان موجودا مع الله ابدا فكيف يكون فعلا؟ فليلزم من ذلك دورات لا نهايه لها على ما سبق. هو ده الجواب بس كده. هات لي عامل كتاب من معك، مش مشكله، بس وريني فين. فين يا شيخ محمد؟ هنا. ما تقول من هنا انت فين؟ ده في احكام الاراده قبل الفلاسفه. يبقى الفعل كده يستحيل أن يكون قديما، إذ معنى كونه فعلا أنه لم يكن ثم كان، إنما لو كان قديما يبقى معناه ليس فعلا، يبقى لا يوجد فعل قديم، لأنه لو كان قديما يبقى صفة مش فعل، لأنه كونه فعل يعني معناه لم يكن ثم إيه كان، فلا يكون إلا إيه حادثا. فتم المراد من رب العباد. بس اديني هنا عشان أنا الخط بتاعك هنا فين يا شيخ؟ آخر سطر. آخر سطر. أما الفلاسفة فقالوا بقدم العالم وهو إيه محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديما، إذ معنى كونه قديما أنه لم يكن ثم كان، فإن كان موجودا مع الله أبدا فكيف يكون فعلا؟ بل يلزم من ذلك تقدير دورات لا نهاية لها على ما سبق، وهو محال من وجوه. خلاص كده تم الجواب، والحمد لله رب العالمين. وخذ الكتاب. حد معاه سؤال او شيء؟ تفضل يا شيخ. حقيقه الفعل، الجواب ان حقيقه الفعل تختلف عن حقيقه الصفه. ما هو فعل يعني جائز، يعني قادر على ايجاد الفعل وعلى ترك عود الفعل، يعني معناها لم يكن ثم كان، وقادر على الفعل وعلى الترك، يبقى لا بد ان يكون الفعل حادثا او ان يكون ممكنا، لا يمكن يكون قديما، لأنه قديم هو موجود، فكيف يفعل؟ كيف يوجد وهو موجود؟ كده جواب شافي قاطع جميل جدا. نعم. ما هو لو قلنا الفعل قديم هيترتب على ذلك دورات غير متناهية، يعني هذا الفعل قديم، ده بالفعل اللي هو فعله قديم، وهو فعل فعل فعل، يبقى فعل وهكذا، فهيترتب اللي هو بيسموه التسلسل، يعني دورات، يعني افعال ليست متناهيه، زي الدورات بتاعه الفلاسفه، دورات الفلك اللي هي ليست متناهيه. لو كان الافعال قديمه يبقى معناها ايه؟ وهي مفعوله بايه؟ بفعل قديم، يبقى كده هيحصل، هترتب دورات، كل فعل قبله فعل لا الى نهايه، وهذا محال لانه ده ايه؟ الدور والتسلسل، يبقى الفعل لا يكون الا حادثا حتى ينقطع الدور. فاهم يا مولانا؟ الحمد لله. في اسئله ثانيه؟ اسألوا، باقي 5 دقائق، يا اما تسألوا فيها يا تسكتوا، بس انا مش همشي قبل ما تخلص الخمس دقائق. اوعى بس تسأل نفس السؤال، كده حيلزم دورات لا نهاية له، لأنه حتيجي نفس الإجابة. لأن الفعل إيه معناه؟ أن القادر
أو الفاعل المختار لا يكون مختارا إلا إذا كان قادرا على الفعل والترك. يبقى الترك يعني ترك الفعل، والإيجاد يعني إيجاده. يبقى كيف يكون الفعل قديما؟ الفاعل قديم والصفة قديمة التي وجد بها الفعل، أما المفعول أو الفعل حادث. وأنت ما عندكش سؤال؟ سيدي الترك يتعلق به القدرة على التحقيق أم؟ ده الفلاسفة قالوا إنه الممكن فيه طرفان، مش كده؟ اللي هو الوجود والعدم. وكما أن الترجيح أحدهما اللي هو الوجود يحتاج إلى إيه؟ إلى مرجح، فقالوا برضو العدم محتاج إلى مرجح. ده كلام الفلاسفة. لكن الترجيح هيكون في العدم، كيف هذا؟ لأنه العدم هو الأصل. لو ترك مثلا العالم، العدم اللاحق فقط، العدم اللاحق ممكن هو الذي يحتاج إلى إيه؟ ترجيح. أما العدم الأصلي اللي هو الأول، يعني العدم الأول هو لم يوجد شيء، يبقى إذن القدرة أو فعل الفاعل مختار عمل رجح الوجود على العدم، لكنه لو لم يرجح الوجود لكان العدم باقيا على إيه؟ على عدمه، فلا يحتاج إلى مرجح إلا العدم الإيه؟ يعني بعد الوجود، وعاوزين ايه؟ عدمه. يبقى يحتاج هنا ايه؟ ترجيح العدم على الوجود، بس ايه؟ العدم اللاحق وليس العدم الايه؟ السابق. يعني على كده الموت غير مخلوق، الموت غير مخلوق لانه يعيد الحاله اللي هو العدم اللاحق، فيكون حاله عدم. والله هو اختلف، والقران صرح كده تصريح واضح جدا، خلق الموت والحياه. هو بيقول أخينا بناء على كده يبقى الموت غير مخلوق، مش كده؟ أهل السنة مذهبهم إنه الموت مخلوق زي الحياة، خلق الموت والحياة. لكن السؤال هنا، الخلق يتعلق بالأمر الوجودي مش بالأمر العدمي، يعني خلق شيء يبقى فيه شيء وجد، إنما كيف يكون الموت مخلوقا وهو غير موجود؟ مش كده السؤال كده؟ يعني عدم. يعني هل الموت هو حالة يعني تسمى موت ولا هو عدم الحياة؟ هنا السؤال. يعني لو كان الموت شيء يعني صفة قائمة بالجوهر أو بالجسم اسمها الموت، زي صفة قائمة به اسمها الحياة، يبقى ده مخلوق وده مخلوق. لو كان شيء قائم عرض بلا صفة، عرض قائم بالجسم اسمه الحياة، الجسم ده الجوهر فقام به عرض الحياة، موت الحياة أعراض، أو قام به عرض الموت، يبقى هنا إيه؟ قام به. يبقى الموت مخلوق موجود يعني، والحياة موجودة، خلق الموت إيه؟ والحياة. ولذلك بيجي حديث صحيح تقريبا إنه يوم القيامة يؤتى بالموت في صورة كبش أملح يذبح، يعني الموت نفسه حيموت. يبقى لازم يكون يعني حتنزع منه الروح، تكون في حاجة موجودة اسمها الموت عشان تموت. أمال حيموت يعني كأنه الموت حي، مش كده؟ أمال حيموت كيف؟ فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت. خلاص الموت انتهى، ما فيش موت، الموت اتعدم. يبقى الموت موجود ما دام اتعدم. ويا أهل النار خلود بلا، يعني موتنا لكم الموت فما تخافوش. ده كلام مين؟ أهل السنة. وقالوا إيه المانع يكون أعمالنا دي مش أعراض، ويوم القيامة حتوضع أعمالنا في الميزان، فلازم اللي يوضع في الميزان يبقى شيء حسي موجود. فقالوا ايه المانع ربنا يقلب الاعراض دي، يقلبها ايه؟ جواهر ويوزنها. فكذلك عرض الموت ينقلب الى جوهر او الى شيء متجسد ويذبح. وبعض الناس قال لا دي صورة زي المعتزلة،
التمثيلي يعني معناه يعني عشان يعني كانوا بيمثل لينا لكن ما فيش كبش حقيقي ولا حذبح ولا كلام ده، ده مجرد ايه صورة تمثيلية مجازية عشان يقع بها ايه عملية اليأس، يعني ييأس أهل النار انه مثلا حيقضوا فيها 500 سنة يتهريوا ويشويوا وفي الآخر يموتوا فيرتاحوا. لا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولو مات خلاص يقول لك يعني معناها ولا يحيى، مش هيقدر يتحمل يعني، لا يموت ولا يحيى. فيبقى هنا الموت عرض ومخلوق وموجود، مش كده؟ ده على مذهب أهل السنة. المعتزلة قالوا لا، الموت ده مش شيء موجود، ده شيء عدمي، يعني معنى الموت يعني عدم الحياة، يعني ما فيش حياة، يبقى الحياة فقط هي الأمر الوجودي. يبقى بهذا يتبين لنا أنه التقابل بين الموت والحياة لو خدنا على مذهب أهل السنة يبقى تقابل ضدين، لأنه ده موجود وده والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية التنابي. أما لو خدنا على مذهب المعتزلة يبقى الموت والحياة ده من تقابل العدم والملكة، لأنه هذا عما من شأنه أن يتصف، فلا نقول الحائض يموت ولا يحيا، أو مثلا ليس من شأنه، فالموت ده من شأن الحيوان، يعني الإنسان الفرس الحيوانات هي اللي بتموت فقط، يعني الحيوان اللي هو الكائن النامي أو النبات مثلا، ممكن يقول النبات في حياة فأحيا به الأرض، يبقى ممكن النبات والحيوان هو اللي بيموت اللي ليه أجل يعني. دم الحجارة أنت حط خل الحجر عندك 500 سنة مثلا مش حي، وأنت اللي حتموت والحجر قاعد وحتضرب به بعد ما تموت. فدي أعراض قائمة إيه؟ قائمة بالإيه؟ بالحيوان. لكن المعتزلة طلعوا كده إيه مذهبهم مذهب عقل وكذا، قالوا الموت ده عدم. طيب إذا كان عدم يعني عدم الحياة زي الجهل عدم العلم، مش الجهل حاجة موجودة اسمها الجهل، يعني ما فيش علم يعني جهل، ما فيش حياة يعني موت، أمال كيف تعلق به الخلق وهو أمر عدمي؟ هذا السؤال بتاع خلقه. المعتزلة ما غلبوش برضو يعني ما ضعفوا وما استكانوا، أيهم وليه وأشد إيمانا منه. قالوا الخلق هنا في لغة القرآن لها ثلاث معاني، الخلق بمعنى الإيجاد من عدم، الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، والخلق بمعنى التقدير، والخلق بمعنى الكذب. ثلاث معاني لكلمة خلق في القرآن احفظوا. شوف كده قال تعالى الله خالق، هل من خالق غير الله، خلق كل خلق معناها الإيجاد، الإيجاد من عدم، وهذا ينفرد الله به اللي هو الإيجاد من عدم، إن الذين تدعون لن يخلقوا إيه ذبابة، حدش يقدر يوجد حاجة من عدم إلا الله. والخلق بمعنى التقدير، خلق كل شيء فقدره إيه تقديره، والخلق بمعنى الكذب، قال تعالى وتخلقون إفكا، يعني أديك بتخلق بس خلق يعني تخلق لا شيء، يعني حاجات نيجي في الواقع نلقى ما فيش حاجة، يبقى أنت يعني بتدعي الكذب يعني، والكذب خلق، إن هذا إلا خلق الأولين في سورة الشعراء قراءة كده من المتواترة، إنها مش خلق خلق الأولين يعني كذبهم وافتراءهم. يبقى ثلاث معاني، وزي كده يحل لنا إشكال مهم في سورة المؤمنون، هات كده الآية اللي فيها الخلق، خلق قد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة فكسونا العظام ثم أنشأناه فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا تحصل لك مشكلة، ده ما فيش خالق غيره، الجمع جالي قال لك أصل الخلق في سورة المؤمنين مش خلق بمعنى الإيجاد من عدم، ده بمعنى التحويل والتقدير، لأن الخلق بمعنى العدم لا يصح فيه الخلق، الإيجاد من عدم لا يصح فيه الجمع، فالخالق واحد، إنما الخلق بمعنى التقدير يعني التشكيل والتحويل، هذا إيه ممكن إيه
زي سيدنا عيسى يخلق من الطين، يعني يشكل يعمل. فسيدنا عيسى بيخلق ايه؟ يشكل الصورة وياخدها من الصور المخلوقة ويعمل عملية تقدير وتحديد وطول وعرض. هذا هو التقدير يعني التحديد، وهذا ممكن يفعله الإنسان. أما الخلق بمعنى الإيجاد من عدم، وذلك كان خلقه تعالى أحسن خلق. ليه؟ لأن غيره يخلق ولكن لا يستطيع نفخ الروح ولا يوجد الحياة، أما هو يخلق ويشكل ويقدر ويصور. يبقى هنا جاز الإيه؟ جاز الجمع، لأنه الخلق في سورة المؤمنين لا يتحدث عن خلق الإنسان من لا شيء، بل بيتحدث عن الأصل اللي هو ثم تطور المراحل من سلالة بعد كذا نطفة علقة شوف كذا، أو ده التقدير يعني التحويل والتشكيل والتحديد، فجاز الجمع. أما المعتزلة انتبهوا الآية ما خدش لبالهم منها أهل السنة، ما خدوا أن الله تعالى لما تكلم عن الموت ما وصفهوش بالخلق في آية الواقع، نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى الخلق بمعنى التقدير، وخلق الموت والحياة يعني قدرهما. يبقى طلعوا مين؟ يعني الحقيقة يعني هنا شايف ان المعتزلة هنا مذهبهم ايه؟ اصح، وان كان مذهبنا صحيح برضه. والله تعالى اعلم. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.